ماذا لو رحنا على أول دورة وجاب جهاد أزعور أصوات أكثر من سليمان فرنجية؟ هل هذا يعني حرق الاسمين معا؟ أولا ما في حدا يقدر يحرق سليمان فرنجية بالأسماء ولا وليس شعارا. اثنين برجع بقول لك البونتاج اللي عم يحكوا فيه، البونتاج اللي عم يحكوا فيه هو بونتاج مبالغ أو هني مضللين. يعني مثلا على سبيل المثال أنه جبران بسيش وعدوا لأزعور ب 21 نايب، منين بجيبهم؟ كتلته تكتل لبنان القوي، ما بيقدر. وخذها مني وعلى الهواء وسجليها عندك بالتاريخ وباليوم، سيحمل مفاجآت داخل التكتل وخارجه ومن تسميهم مقربين من التيار لا يمكن أن تتوقعها. وبالتالي هذا اللي عم ينحكى انه ما رح يقدر يجير لجهاد ازعور اكثر من 10 اصوات، ولكن بالمقابل شو بدي انا بجهاد شو بيقدر يجير له؟ بالمقابل هو المعارضه الوزير جبران باسيل، الوزير جبران باسيل نزل الرئيس السابق ميشيل عون بقوته وب يعني امكانيه ضغطه على النواب لحتى ياخذ هذا العدد لانه ملتزم. هل استطاع؟ ما أنا حدا بيعرف بالجلسة هل سيستطيع المعترضين داخل التيار أبدا بأنه ياخذوا خيار جبران باسيل؟ أخذ التكتل إلى مكان آخر غير التكتل العوني اللي كنا بنعرفه، غير التكتل العوني. كرسي بعبدة أسقطت كل شيء في عقل جبران باسيل، كرسي بعبدة دمرت كل شيء بناه ميشيل عون وأطال جبران باسيل كل شيء. وبالتالي هل يستطيع جبران باسيل أن يضمن ماذا يحصل في كتلته؟ هل يستطيع أن يضمن من اللي بيسميهم؟ يعني هو بعقله مثلا ممكن أنه يروح إلى مقربين من التيار، ما رح أقول لك تشناق أو غير تشناق، تشناق ما رح يمشوا مع جهاد أزعور، ما رح أقول لك بيمشوا مع سليمان، بس ما رح يمشوا جهاد أزعور. نعم. محمد يحيى ما رح يمشي معه، ما رح أحكي داخل التيار أصلا شو فيه. ولكن أنا أقول لك هناك مفاجآت لا يمكن أن تتوقعها في داخل التيار وفي خارجه ومن مقربين. إذا مش عامل حسابها من هلأ عود عمال حسابها. وإلى جهاد أزعور انتبه شو عم بيوعدوك. هذا البوينتاج اللي عم بيوعدوك فيه هو شيء مضلل وضبابي وغير صحيح، وبالتالي لا تستطيع أن تصل بالحد الأقصى إلا إلى ما وصل إليه ميشيل معوض. قلت أنه كل فريق سمعتيني ما لح يوصل إلى شيء أكثر من يلي وصل له ميشيل معوض، لأنه حتى من اللي كانوا يدعموا ميشيل معوض في بعضهم صاروا بضفة أخرى. طيب. هلا البونتاج كمان كل الفريقين عم يستخدم البونتاج ليهول على الفريق. أنا عم بحكي رح يروح على جلسة مجلس النواب ما رح يقدر يحصل نسبة الأصوات المطلوبة للرئاسة، ومن بعدها إذا كان في نصاب من بعدها حروح على حق دستوري لكل فريق. نعم. طيب. سواء كان بالانتخاب، سواء كان بالورقة البيضاء، سواء كان بالانسحاب من الجلسة أو الميثاقية هلا بدي افترض انه الميثاقية هني مش كتير بيعترفوا فيها، لأنه بيرجعوا بيقولوا لي بكرة ما انتم عملتوا ميثاقية بمجلس الوزراء مثلا، بتعرفي الاتهامات والأعذار معلّة بجهة. بس المكون الشيعي نيابيا غير المكون المسيحي بالسلطة التنفيذية. لا لا بالحقوق. لا بالحقوق مش عم نحكي بالحقوق، عم نحكي بالحضور بالتمثيل. يعني بالحكومة ضل في وزراء مسيحيين عم بيشاركوا بالحكومة. اليوم نحن إذا رحنا على جلسة انتخاب وبدها تسقط الميثاقية بيقدر الثنائي الشيعي يظهر وما يبقى ولا نائب شيعي. حق دستوري. أنا ما بدي أحكي بالميثاقية لا شيعي ولا سني ولا كذا. أنا عم بقول لك حق دستوري، إما أن أنتخب، إما أن أضع ورقة بيضاء، إما أن أنسحب من الجلسة. هودي حقوق دستورية لا تعطيل ولا شيء. نعم. مثل ما أنا بيحق لي أني مارسهم، أنت جهرت بأنه هذا حقك الدستوري. طيب قلت كل فريق والمعركة مستمرة، المعركة مستمرة حتى كشف كل ملابسات ترشيح جهاد أزعور ليتبين للبنانيين أولاً أنه كل هذه الترشيحات ليست لا يحكمها التوافق بين قوى المعارضة، بل تحكمها إسقاط فرنجي.